أريد من كل الشيعة أقف لحظة أبقى يا أريد من كل الشيعة أن يحذو حذو الأخ الجندي. إحنا الآن نطلق تحديا من هذه القناة في مناظرة متسلسلة على قناة الحجة الفضائية لكل المشايخ الذين يتواجدون على الساحة الآن بلا استثناء. من منكم يوافق على المناظرة؟ أرجو من كل الأخوة أن يطلقوا هذا التحدي للجميع طيلة شهر رمضان أو حتى ما قبل رمضان، ما عندنا أي بأس. كمل جندي. نعم، ولا أخي اسمع.